ايش تقدر تسوي ب 19 ريال؟ 19 ريال؟ 19 ريال نص حبة دجاج والله روح اتعشى بيه. ممكن يعني اشتري فيها بطاقة شحن. 19 ريال ما هي شيء. 19 ريال كمان اتشرف. هلا بالتوفير، الآن امتلك سيارة MG 360 ابتداء من 19 ريال يوميا، أو MG ZS ابتداء من 25 ريال يوميا، أو MG GS ابتداء من 33 ريال يوميا. تفضل بزيارة معارض MG أو موتر سوق. للمزيد من المعلومات 800 749 88 88. تعد سيارة دوج تشالنجر SRT هيلكات هي أحد أكثر السيارات الرياضية إثارة في العالم، فرغم أن طراز تشالنجر ديمن قد خطف الأضواء بعد انطلاقه في العام الماضي، لكن هذا لا يعني أن هيلكات هي سيارة عادية، فهي تمتلك محرك شهير هامي V8 سوبر تشارج سعة 6.2 لتر، لكننا سمعنا مؤخرا إشاعات تقول بأن سيارة العضلات الأمريكية ستصبح أكثر قوة، حيث قال موقع أوتو جايد أن شركة دوج تعمل حالياً على تطوير حزمة أداء دراك باك كخيار إضافي في تشالنجر هيلكات 2019، والتي ستشمل غطاء المحرك إير جرابر والخاص بطرازات ديمن، والذي يتميز بأكبر فتحة تهوية لمحرك في العالم. وفي حال كانت الإشاعات صحيحة، فإن هيلكات دراك باك ستمتلك 75% من مكونات طراز ديمن. ولم تعلق شركة دوج حتى الآن حول هذه الأنباء، لكن مصادر داخلية في الشركة الأمريكية أكدت أن هناك فرصة كبيرة جداً لأن تحصل تشالنجر SRT هيلكات 2019 على المزيد من القوة الحصانية. ورغم أنها لن تكون بنفس قوة تشالنجر ديمون 2018 التي يولد محركها 808 أحصنة قابلة للزيادة إلى 840، إلا أن هيلكات ستشهد تحسينات جذرية بالمقارنة مع الموديل الحالي. وستهدف دوج بهذه الخطوة للتفوق على موستنج شيلبي GT500 موديل 2019، والتي أكدت فورد أن قوتها ستتجاوز 700 حصان، لكن سيتوجب علينا الانتظار للتدشين الرسمي لدوج تشالنجر SRT هيلكات 2019 لمعرفة المواصفات الرسمية. أما إذا كنتم تنتظرون الجيل القادم من دوج تشالنجر، فهو سيصل في عام 2021 إلى جانب الجيل الجديد من دوج تشارجر، وذلك بحسب التقارير الصحفية الأخيرة، حيث سيتم بناء السيارتين على نفس قاعدة العجلات المستخدمة في سيارة ألفا روميو جوليا. إذا أعجبكم الفيديو دعمونا بلايك شير وسبسكرايب حتى نوافيكم بالمزيد من التقارير الممتعة. وإذا كانت لديكم أي من الأسئلة والاستفسارات دعوها لنا في خانة التعليقات، وستتم الإجابة عليها إن شاء الله.